بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المتفلجات للحسن. قال الحافظ: أي لأجل الحسن. والمتفلجات جمع متفلجة، وهي التي تطلب الفلج أو تصنعه. والفلج بالفاء واللام والجيم انفراج ما بين السنين، أظن في بعض النسخ ما بين الثنيتين، هكذا الصواب، هكذا أو السنين، والغالب تكون في الثنايا، لكن سيأتي أنها أيضا في الرباعيات، فقوله ما بين السنين أقرب. قال رحمه الله: والتفلج أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه، وهو مختص عادة بالثنايا والرباعيات، الثنايا العليا والسفلى، الثنتان المتقدمتان، وما بعدهما يقال رباعية، كسرت رباعيته. قال: ويستحسن من المرأة، أي الفلج، ويستحسن من المرأة، فربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة لتصير مفلجة، وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة، لأن الصغيرة غالبا تكون مفلجة جديدة السن، ويذهب ذلك في الكبر. وتحديد الأسنان يسمى الوشر، وهذا سيأتي له باب. إذن عرفنا المتفلجات، يعني تصنع ذلك وتجعل انفراجا بين الأسنان من أجل أن تظهر أنها في سن صغيرة، أو من أجل أن تتجمل، كما قال الحافظ رحمه الله: ويستحسن من المرأة، فربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة، وهذا حرام. وأي عمل جراحي يكون للجمال أو لزيادته فهو حرام، يكون للجمال أو لزيادته فهو حرام. والدليل هذا الحديث، النبي قال: المتفلجات للحسن، أي أنها تريد الجمال، والإنسان يبقى على خلقته، لكن التشوهات الخلقية أو الأمور التي فيها ضرر لا حرج في إزالتها. مثلا إنسان من الرجال أو النساء له سن طويلة تمنعه من الأكل والقضم، إذن يجوز له نشرها إزالة لهذا التشوه الخلقي، أو نبتت له أسنان أعلى، كما يوجد في بعض الأطفال ينبت له سن هنا أو هنا أو، وهذا يضر به، فمثل هذا لا حرج، لكن من أجل الحسن أو من أجل زيادة الحسن لا، هذا حرام. بعضهم يقول: أنفي كذا، أريد أنفا كذا، لا يجوز. قال الله جل وعلا: لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي قول الله: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فهذا تغيير لخلق الله جل وعلا، فتكون هذه من القواعد التي استنبطها أهل العلم رحمهم الله تعالى.
لو سأل سائل عن حكم تقويم الأسنان ما هو الجواب؟ يعني حكم تقويم الأسنان، هناك أسنان أو بعضهم له أسنان فيها انحراف أو انحناء، أيجوز أن يقومها أو لا يجوز؟ أبو محمد، ما في ضرر أصلا، ما في ضرر، يأكل طبيعي ويشرب طبيعي ويستك طبيعي، ما في ضرر، بس يعني هي على حال. الآن ترى أن بعض الناس بدلا من أن تكون السن نازلة، يعني على العكس، صح ولا لا؟ يعني كأنها شبه عمود. طيب، لكنه على حالته، لكنه على حالته أبو علي، يعني لأن أصلا يا حبذا لو نرى الفتوى تقويم الأسنان، لأن أصلا التقويم ما يعني فيه زيادة حسن، يعني زيادة حسن أو طلب للحسن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال والمتفلجات للحسن، ترى ما عملت شيئا، وإنما أتت والمبرد فعل بها ذلك وفرق بين أسنانها، هذا الذي حدث، ومع ذلك لعنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسيأتي التبويب من الإمام البخاري وسرد الأحاديث في الوصل والوشر والوشم، كل على حدة، لكن الكلام على الفلج للأسنان، هذا تغيير لخلق الله، يبقى على ما هو عليه، لكن شيء فيه ضرر، يعني يعيدها إلى مسارها. طيب أبو علي، الجمال هم يفعلونه من أجل الغالب، الغالب من أجل الجمال، ها؟ التزين ماذا؟ لا، هذه زينة، هذه زينة منفصلة، هذه منفصلة، لكن إزالة التشوهات لا حرج. مثلا أيجوز للشخص لو صلى أن يزرع له شعرا؟ ما في مانع، صحيح، وبهذا أفتى أهل العلم. لماذا؟ هذا تشوه، هذا تشوه، وحديث الثلاثة الأقرع والأبرص يعني دليل على ذلك، وأنه نقص وعيب، هذا نقص وعيب. فلو أنه مثلا هناك زراعة، لكن هذا الشعر يبقى لا ينمو وإنما يبقى على ما هو عليه، لا حرج في ذلك، لأنه لإزالة التشوهات. وننظر فتوى أهل العلم إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا عثمان، وعثمان ابن أبي شيبة أخو عبد الله، قال حدثنا جرير، وجرير ابن عبد الحميد الضبي، عن منصور، ومنصور هو ابن المعتمر، عن علقمة، وعلقمة كما قال الحافظ هو ابن قيس نخعي، عن عبد الله، وعبد الله هو ابن مسعود، قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى، مالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
هنا سؤال سئل به سماحة الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله. السؤال: احتجت إلى تقويم أسنان وبحثت عن طبيبة لعمل ذلك التقويم ولم أجد سوى أطباء رجال في مستشفيات متعددة، هل يجوز لي عمل ذلك عند أطباء رجال علما بأن ذلك العمل ضروري لجمالي، فأنا مقبلة على زواج، وما حكم كشف الوجه لعلاج الأسنان؟ الجواب: إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، إذا دعت الحاجة عند ذلك فلا بأس. عند فقد الطبيبة المسلمة يكون طبيب مسلم بدون خلوة، لكن من دون تفليج. إذا كان مرض في الأسنان أو حاجة إلى قلع، أما التفليج للحسن فلا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات للحسن، ولعن النامصات، ولعن الواشمات والمستوشمات. والمتفلجات للحسن يعني تفلج أسنانها للحسن، أما إذا كان بالسن مرض أو سواد هذا شيء آخر، مرض أو سواد أو يعني قلع أو ما أشبه ذلك هذا شيء آخر. طيب، هذا الفتوى لمن؟ طيب، وهذه فتوى للشيخ ابن عثيمين: ما حكم عمليات تقويم الأسنان؟ فأجاب: تقويم الأسنان على نوعين. النوع الأول أن يكون المقصود به زيادة التجمل، فهذا حرام ولا يحل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، هذا مع أن المرأة مطلوب منها أن تتجمل وهي من ينشأ في الحلية، والرجل من باب أولى أن ينهى عن ذلك. النوع الثاني: إذا كان تقويمها لعيب فلا بأس، فإن بعض الناس قد يبرز شيء من أسنانه، إما الثنايا أو غيرها، تبرز بروزا مشينا بحيث يستقبحه من يراه، ففي هذا الحال لا بأس من أن يعدلها الإنسان، لأن هذا إزالة عيب وليس زيادة تجميل. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الرجل الذي قطع أنفه أن يتخذ أنفا من ورق، أي فضة وساق. نعم، على كل، إذا كان لإزالة عيب خلقي أو ضرر لا حرج، أما من أجل الجمال فهذا بعض التقويم ربما يصل إلى مبالغ خيالية هكذا، يعني فيها نعم مبالغ كبيرة. سؤال بعده، وأنا لا أدري، لكن جاء حول الشعر، زراعة الشعر. قال: سئل فضيلة الشيخ عن حكم زراعة شعر المصب بالصلع، وذلك بأخذ شعر من خلف الرأس وزرعه في المكان المصاب، فهل يجوز ذلك؟ فأجاب: نعم يجوز، لأن هذا من باب رد ما خلق الله عز وجل، ومن باب إزالة العيب. أصلا الشعر ينبت الآن، لو أن شخصا انقلع سنه ورده مباشرة يوجد أحيانا يعود، فيجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز. طيب، من قال لا يجوز؟ يقول: هذا انفصل، وما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فيعيد شيئا نجسا. أنا ما هو صحيح، هذا غير صحيح، صحيح أنه يجوز. قال رحمه الله: لأن هذا من باب رد ما خلق الله عز وجل، ومن باب إزالة العيب، وليس هو من باب التجمل أو الزيادة،
فما كان من باب التجمل أو زيادة الجمال فهذا حرام لا يجوز. لكن يبقى الشخص على ما خلقه الله، لا تبديل، لا نعم لا تبديل لخلق الله. مرة أتى شخص إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وخطب امرأة وهو لا يدري أنها معيبة، ما عندها ولا سن، فجاء يسأل الشيخ، الشيخ أراد أن يخفف عنه، قال يا شيخ ولا سن والآن عقد ودفع. قال الشيخ هذه حلوة لا تعضك، إذا تشاجرت معها فإنها لا تعضك، يعني هناك حدود، هناك حدود. وسيأتي معنا في هذه الأيام الكلام على بعض الأشياء التي فيها تزين وفيها ضرر، مثل هذه العدسات، هذه إذا احترت تنفجر، وإذا بها نعم تؤثر على العين وربما تذهب بنور العين، هذا حرام، هذا لا يجوز. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.